الآن إلى موريتانيا، حيث اختتم المرشحون للانتخابات الرئاسية في موريتانيا حملاتهم وأقاموا آخر تجمعات حاشدة قبل انطلاق السباق الانتخابي يوم السبت، والذي سيشهد أول انتقال سلمي للسلطة في البلاد منذ استقلالها عن فرنسا عام 1960. وسيتنحى الرئيس محمد ولد عبد العزيز عن السلطة بعد أن أمضى في الحكم ولايتين متتاليتين مدة كل منهما 5 سنوات، ويتنافس على الفوز في هذه الانتخابات 6 مرشحين، أبرزهم رئيس الوزراء السابق السيد محمد ولد بوبكر والناشط الحقوقي برام الداهابيد. مرشحو رئاسة الموريتانيا في استعراض للقوة الشعبية بالعاصمة نواكشوط مركز الثقة الانتخابي، وذلك في اليوم الأخير من الحملات الدعائية الممهدة لانتخاب رئيس جديد للبلاد. الرئيس المنتهي ولايته محمد ولد عبد العزيز ظهر إلى جانب رفيق دربه ووزير دفاعه وقائد الجيش السابق محمد ولد الشيخ الغزواني في مهرجانه الختامي. لا تفكروا أي مرشح ثاني، ما فهم مرشح ثاني ده يضمنكم الاستقرار ويضمنكم الأمن ويضمنكم التقدم. نحن نريد موريتانيا الأخوة، وموريتانيا العدالة، وموريتانيا العدل، وموريتانيا المواساة. برام ولد عبيد الناشط ضد الرق والمعارض الراديكالي لنظام ولد عبد العزيز حذر من تخطيط لجنة الانتخابات هاجس التزوير لصالح من تسميه قوى المعارضة بمرشح النظام، هيمن أيضا على اختتام حملة مرشح بارز آخر هو السيد محمد ولد بوبكر. واتهم الرئيس المنتهي ولايته بالتدخل بشكل سافر في الانتخابات لصالح ولد الغزواني، وذلك لشعوره بالهزيمة التي سيواجهها في الاقتراع. لقد شعر النظام القائم بأن رسالتنا إلى الشعب الموريتاني قد وصلت، وبأنكم مصممون على التغيير، حيث تضاعفت المحاولات اليائسة للوقوف في وجه رغبتكم العارمة. ويصوت الموريتانيون غدا لاختيار رئيس من بين 6 مترشحين، وتقول حملة ولد الغزواني إنه قادر على حسم الاقتراع من الدورة الأولى، فيما أسست المعارضة تحالفا انتخابيا لمواجهته في جولة الإعادة، وهي تشدد على أن التزوير سيهدد السلم الأهلي في البلاد. خليل ولد جدود العربية نواكشوط. أتابع من نواكشوط مع إسماعيل الشيخ سيدنا الناطق باسم المرشح سيدي محمد ولد بوبكر، مرحبا بكم معنا ضيفي الكريم. كيف تنظرون إلى هذا الاستحقاق الانتخابات؟ هل ما تزالون متشككين أيضا من الحزب الحاكم والسلطة في موريتانيا، وهي التي تقول أنه الرئيس محمد ولد عبد العزيز هو أول رئيس في موريتانيا يلتزم بالدستور وينهي ولايتيه دون أن يترشح أو يبقى في السلطة؟ مرحبا، للتصحيح انا اسماعيل ولد الشيخ سيدي ولست ولد سيدنا. اعتذر منك. نعم، هذا من جهه، ومن جهه ثانيه فاننا نشك في نزاهه العمليه الانتخابيه بدءا من لجنه الحكمه التي تغيب عنها المعارضه بشكل كلي عن حكمائها، ولجنه كذلك والممثلين تمثيل المعارضة في وسائل الإعلام، إضافة إلى أن أوراق الاقتراع صفقتها مشبوهة وقد يعني سلمت على طبق من ذهب لأكبر الداعمين اللي هو رئيس أرباب العمل، أكبر الداعمين لولي القزواني مرشح ولي عبد العزيز، والذي يعني سلم عمارة بكاملها كانت مقرة للقزواني. إذن هنالك شبهات في جميع مراحل العملية، والحكومة وحدها هي التي تتحمل مسؤولية تبعات أي انحراف في العملية غدا. طيب، هل هي تبقى في إطار الشبهات والتخوفات فقط، أم أنتم على ثقة قد يقول قائل من أن المعارضة أو أي مرشح غير الغزواني يعني ليس لديه ذلك التأييد الكبير، وبالتالي المعارضة هنا تستبق هذا بالتشكيك في صحة هذه الانتخابات؟
لا، نحن لا نستبق الأحداث، نحن نعمل مع الشعب الموريتاني ونعمل ضد رجلين، أحدهما رئيس منتهي ولايته والآخر ولي عهد مكتوم في جمهورية مدسترة. وليست معركتنا هي مع الشعب الموريتاني، لأن مقرات حملاتنا ومهرجاناتنا ومهرجانات حلفائنا من المعارضة صارت كعبة للموريتانيين الذين يعانون من عشرية التردي والارتجال. إذن المعركة ليست بين طائفتين من الشعب الموريتاني، فالمعركة من الناحية السياسية هي بين شعب كام بأكمله وبين رجلين رفيقي سلاح متقاعدين في الجيش. نعم، أنت هنا تتحدث عن الرئيس المنتهي ولايته محمد ولد عبد العزيز والمرشح الغزواني. نعم، أتحدث عن محمد عبد العزيز ومحمد الغزواني، أتحدث عن المحمدين. وبالمناسبة محمد عبد العزيز ليس هو أول من يسلم السلطة، ليس أول من يعتزم تسليم السلطة، لأن الرئيس الراحل العقيد علي محمد فال رحمه الله سلم السلطة لرئيس منتخب هو السيدي ولي الشيخ عبد الله الذي انقلب عليه المحمداني والمحمد الثالث. نعم، ولكن على الأقل يعني محمد ولد عبد العزيز يعني هناك التزام بالدستور، يعني ليس هناك انقلاب عسكري، ليس هناك أي شيء كما درجت العادة منذ استقلال موريتانيا. شوف أخي الكريم، أنا أتفهم سؤالك وأنت يعني أحترم قاعة التحرير تحاول أن ترقص. إحنا عندنا هون في موريتانيا شيء اسمه التحجليب، تحاول أن ترقص محمد عبد العزيز لأنه بصفة أو بأخرى مدلل لدى الإعلام السعودي، ولكن كلا مدللون لدى الإعلام السعودي. وبالدليل أننا نستضيف حضرتك، نحن نحاول أن نعكس جميع وجهات النظر، ليس علي أن أتماهى مع وجهة نظر حضرتك. يعني لو كان معي ضيف من الحزب الحاكم لكنت عكست له وجهة نظر المعارضة. رجاء لا تحاول أن يعني تلبسنا ما على ليس كل حال دعوتكم الكريمة نحن نلبيها بكل اعتزاز. نعم. وأسئلة الخليل والجدود مراسلكم البارحة. نعم. في المؤتمر الصحفي كانت جريئة ولم تتلقى الإجابة من مؤتمر الشطط الذي مؤتمر الصحفي الذي تلفظ فيه الرئيس مدير الفعلي لحملة الغزواني اللي هو الرئيس المنتهي ولايته محمد بن عبد العزيز بألفاظ لا تليق بالدبلوماسية الموريتانية ولا تليق بمقامه كرئيس للموريتانيين تجاه إخوتنا الشقاء في قطر الشقيقة التي قطع العلاقة معها وتشفى فيها بشكل غير لائق. طيب، ويعني ضاربا عرض الحائط بمصالح الموريتانيين الموجودين في موريتانيا. نعم. ونحن أستاذ إسماعيل، يعني العرب هم كلهم أشقاء بالنسبة لنا في حملة التغيير المدني. نعم. التي نمثلها. طيب، بالنسبة هل هذا هو السبب سيد إسماعيل؟ يعني أنت عبرت عن وجهة نظرك، وأنت يعني هنا تتحدث عن محمد ولد عبد العزيز وهجومه على دولة قطر وتشبثه بمسألة أن قطر هي دولة راعية للإرهاب كما وصفها، وأن قرار موريتانيا مقاطعة قطر هو قرار سيادي. هل هذا هو السبب الذي يدعوكم أيضا للتحفظ على محمد ولد عبد العزيز ومهاجمته بهذه الطريقة؟ لا، هذا ليس هو السبب وحده، ولكنه من بين الأسباب، لأننا ننظر إلى الإخوة الأشقاء في العالم العربي بنفس المودة، ونتمنى على السياسة الخارجية الموريتانية أن تبتعد عن الاصطفاف. فالسعودية وأخواتها أشقاؤنا وقطر شقيقتنا، وعلاقاتنا معها قديمة، والمستشفى المستشفى المتكامل مستشفى الشيخ حمد في بوتلميت يشهد على ذلك، والفقراء والجرحى على طريق الأمل التي تحولت إلى طريق للألم بين النعمة والواكشوط، أطول وأقدم طريق معبد في موريتانيا يشهد على ذلك. نحن لسنا يعني نتدخل فيما لا يعنينا، مصالح الموريتانيين هي الأولى. طيب. وهي الأولى، وهنالك مئات من الموريتانيين في قطر أصدروا بيانا للتنديد بهذه التصريحات غير اللائقة. نعم. أما بخصوص الوضع الداخلي في موريتانيا فحالنا يكفي عن سؤالنا،
ومعركتنا هي ضد التردي وضد عشرية محمد ولي عبد العزيز التي تتميز بالارتجال ونقدم بدلا. طيب أنتم ولكن رغم كل هذه التحفظات يعني وكل هذه التشكيكات سيد إسماعيل، قبل أن ينتهي وقتي وقبل أن تتهمني بأني يعني أريد أن أقمع رأيك، أنا أبدا لا أسعى إلى ذلك. نعم. يعني سينتهي وقتي، يعني المسألة ليست متعلقة بعدم إفساح المجال لك لتبدي رأيك، ولكن رغم كل هذه الشبهات ورغم كل هذه التشكيكات في نزاهة الانتخابات سيد إسماعيل، هل تسمعني؟ أيوة سامعك. طيب رغم تشكيككم في نزاهة الانتخابات والشبهات التي تتحدثون عنها وتحفظاتكم على الرئيس المنتهي ولايته وتصريحاته، لكنكم تشاركون في هذه الانتخابات، لماذا إذن؟ نعم، نشارك في هذه الانتخابات لأننا نتمسك بالأمل ولأننا نرفض المقعد الخالي الذي حدث في سنة 2014 حين قاطعت المعارضة الانتخابات. نحن لدينا رجل توافقي ولدينا رجال دولة يعني من الأغلبية ومن المعارضة ينضمون في مشروعه، والشعب الموريتاني الأبي الكريم الذكي الطموح هو من سيحكم. طيب. ما فيما يتعلق بردة أفعالنا على ما سيشوب العملية الانتخابية فإننا نحمل المسؤولية كاملة للحكومة الموريتانية. إسماعيل الشيخ سيديا ناطق باسم المرشح سيدي محمد ولد بوبكر، كنت معنا مباشرة من نواكشوط، شكرا جزيلا لك.